الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا ومن كل خير سألناه أعطانا. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لطيف بعباده ولطفه كبير. سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه، وإن تأخر وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، أوذي فغفر وابتلي فصبر وأنعم عليه فشكر. أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان حين رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقًا إلى لقياك. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله بالقرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغُرِّ الميامين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. معاشر المؤمنين، إن الوقت هو الحياة، وأوقاتنا هي رأس مالنا في هذه الدنيا، ومن فرَّط في وقته وعمره فقد فرَّط في خيرٍ كبير. فأيام الله تعالى تتسارع، والأزمنة تتلاحق، وكل شيء من حولك يذكرك بقيمة الوقت والزمن الذي تعيشه. فطلوع الشمس وغروبها، والقمر الذي قدره الله منازل، كل يوم تراه أصغر أو أكبر من اليوم الذي قبله، وحركة الكون والكواكب والسماوات والأرض، فكل هذه الأشياء تذكرك بقيمة الزمن الذي هو رأس مالك. فهل شعرنا بذلك؟ وهل عملنا لذلك؟ وقد جاء في الأثر أنه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أيها الكرام، لقد تنوع الناس في التعامل مع الزمان، فمن الناس من يضيع عمره في البحث عن شهوة زائلة فانية، ومن الناس
من يضيع عمره ووقته في مجالس اللهو واللعب والغيبة والنميمة. ومن الناس من يعرف قيمة وقته فحدد هدفه وقام ببذل وقام يبذل في وقته كل ما يستطيع من عمل يحقق له هدفه، فهو يعرف قيمة الوقت فعمل عملا صالحا يلقى الله به يوم القيامة. وقد اهتم الإسلام بالوقت وبين أهميته، وذلك من خلال آيات من القرآن وأحاديث من السنة الشريفة المنيفة، كما جاءت كثير من العبادات لتنظيم وقت المسلم. الوقت يا عباد الله نعمة من نعم الله على عباده، يقول ربنا عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، ويقول أكرم الأكرمين: وسخر لكم الليل والنهار. ويروي لنا البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالخاسر في وقته إنما هو مغبون، كالذي يبيع سلعته بأقل مما تستحق أو يشتريها بأكثر مما تستحق. وليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها، إذ ليس في الوجود أغلى وأعظم وأنفس من الوقت. لذا يا عباد الله سنتحدث اليوم عن أغلى وأعظم وأنفس دقيقة في الحياة. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ سأذكرها فانتبهوا لها. إن أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وتقرأهما في وقت يستغرق منك دقيقة، أليست هذه دقيقة ثمينة؟ بلى ورب الكعبة. إن أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وتقرأها وهي لا تستغرق منك دقيقة، وتعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربه شيطان، تقرأها وهي لا تستغرق منك دقيقة. إن أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، تحل عليه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتقولها وهي لا تستغرق منك دقيقة. إن أعظم دقيقة عندما تعلم أن قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات من أعظم الأذكار وأكثرها أجرا، كما ثبت ذلك في الحديث. وتقول ذلك وهي لا تستغرق منك إلا ثوان معدودة. إن أعظم دقيقة عندما تعلم أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، وتقول ذلك وهي لا تستغرق منك إلا ثوان معدودة. إن أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وتقول ذلك وهي لا تستغرق منك إلا دقيقة واحدة. إن أعظم دقيقة عندما تعلم
أن الليل ما يقارب على 11 ساعة، وأنت تستطيع أن تصلي الوتر ركعة واحدة ربما لا تستغرق إلا 3 دقائق تقريبا، بل وتكتب عند الله من القائمين. إن أعظم دقيقة عندما تعلم أن وقت الضحى يقارب 6 ساعات، وتستطيع أن تصلي فيها 2 ركعتي الضحى وهي لا تستغرق 5 دقائق، وهي صدقة عن 360 عضوا في جسدك. أليست هذه غنيمة؟ أليست هذه غنيمة؟ إذن فلدينا دقائق غالية، ودقائق ثمينة، ودقائق عظيمة، ودقائق نفيسة. لكن الموفق من وفقه الله، اللهم اجعلنا من الموفقين. لذلك يا عباد الله، الوقت هو الحياة. أرأيت من جعل الدقيقة مغنما؟ هي في الحقيقة ثروة وثراء، والوقت هو الحياة لمن يعي. بالعصر أقسم من يرى ويشاء، عجباً لمن يشكو الفراغ وعنده سيل من الأعمال فيه غناء. فيا رب بارك لنا في أوقاتنا، ويا رب بارك لنا في أعمارنا، ويا رب بارك لنا في حياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى وسلم عليه الله. أما بعد عباد الله، نعم الوقت هو الحياة، ويتبادر إلى الذهن سؤال مهم: ما هي واجبات المسلم نحو وقته؟ يجب على المسلم الحرص على الاستفادة من وقته بتحديد الغاية وفهم حقيقة الوجود. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي وقومتي. إن تنظيم الوقت والتخطيط له وتحديد الأولويات ومحاسبة النفس على التقصير واغتنام أوقات الفراغ وإنجاز الأعمال فيها وقراءة حياة السلف في ذلك أمر مهم جدا، لأن التاريخ الإنساني ما هو إلا سير رجال عظماء. والحرص على الصحبة الصالحة الجادة في الحياة، ووضع خطة للأعمال الصالحة اللازمة، وإشغال النفس بأعمال نافعة في كل وقت كالتفقه في الدين والتلاوة والصيام والسعي في قضاء حوائج الناس. أيها الكرام، أيها الأحبة، إن الناجح الحقيقي في هذه الحياة لم يتمكن من النجاح إلا بتنظيم وقته والموازنة بين مسؤولياته وإعطاء كل جانب ما يستحق من غير تقديم لما أصله التأخير، ولا تأخير لما أصله التقديم. فإن لربنا علينا حقوقا، ولأبداننا علينا حقوقا، ولأهلينا علينا حقوقا، ولزورنا علينا حقوقا، فلنراعي تلك الحقوق في إطار المتاح لنا من الزمن، ولنعرف أن ضرورة الموازنة ومراعاة الحقوق وتقديم الأهم والمبادرة قبل انقضاء الأجل وفوات الأوان أمر بالغ الأهمية، لأن الرحيل قد أزف، ومن ولد مات، ولنعتبر بغيرنا قبل أن نكون
عبرة له. اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم يا من بيده نواصينا، يا عليما بذلنا ومسكنتنا، من علينا يا حي يا قيوم بحسن إجابتك، واغفر زلاتنا، فإنك خلقت عبادك لعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبنا وجوهنا، وتعلقنا بك، وتوكلنا عليك، ورجوناك، فاستجب لنا دعاءنا، ولا تقطع من فضلك رجاءنا. اللهم أكرمنا بإخلاص النية وصلاح الذرية، وبارك لنا في العمر والعمل. اللهم احرسنا من كل عين حسود، واحفظنا من كل قلب حقود، واغفر لنا في كل ركعة وسجود، وأجرنا من عذاب القبر وضيق اللحود. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر جنودنا على الحدود، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وقنا شرور الفتن، قنا شرور الفتن، قنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأصلح أحوال المسلمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.